بسم الله. ربنا جعلنا نحمل بكل صدق وشجاعة وقوة ونباهة وعنفوان نرفع رايات التوحيد. يا واحد يا مجيل يا مجيل يا مجيل يجول بأسك ليقرع أعداءك وأمرك دائما بين الكاف والنون يا حنان يا منان. يقول مولانا على لسان هذا المتعجرف اللعين: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ادخل في الوهم الكبير وليالي في بيني دي، قال كذاك أبدي، لأنه أنا ما نجم ندوم لما تكون عندي الخيرات دي. يعني يعتبر دوام مش ناتج عن أمر الرب بالموت القريب والبعيد، ملك ناتج يكون الخير اللي عنده مش يكون دائما لا يزول، مش يبقى هو منا في وهمي الذي لا يرحم أبدا. لأنك أنت غرقت بالقول ذا والنية الفاسدة ذي، غرقت في لجج الأمراض العقلية، فهمتوا البسيكوز وكل أنواع الخروج عن واقع الأحداث ووالديلير. هذا ينت الكل عندكم يا كلاب، يا من تدعون أنكم أمة الإسلام، أين لكم ومي بأي حق تدعون أنكم مسلمين خير منها؟ منين جاتكم هذه؟ منين مش إبليس العبيكم وقذف في قلوبكم هذه الأفكار البالية والتي لا علاقة لها بالواقع؟ سترون مدى حين أي الفريقين سينتصر على الآخر، وما النصر إلا من عند الله، والسلام على أهل الإسلام الذين نصرهم الله على كل الأكوان وفي كل الأزمان وكل الأمكنة بالتمام والكمال. وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم.